واني مرحبا بالجميع. دونك اليوم غنهضر لكم على واحد الاختبار اللي بزاف الناس كيبقاو يسولوني عليه، هو الاختبار البسيكوتقني، وعطينا امثله عليه ولا كيفاش كيدوز ولا هذا سي بون. دونك انا غنعطيكم شنو هو هذا الاختبار البسيكوتقني. هذا الاختبار البسيكوتقني فهو الاغلبيه فهم كيدوزوا في المباريات العسكريه، بلوس كتكون لا فيزيت ميديكال، كيكون سبور وكيكون لا فيزيت ميديكال، وكاين هاد البسيكو او الاختبارات البسيكو تكنيك بلوس كاين لوغال. سمعوني مزيان، هاد الاختبار البسيكوتيقني راه كيكون بحال كيو اي. كيو اي يعني كويشن انسر، الكيو اي كويشن انسر يعني كيكون غالبا كيو سي ام. اوكي، بحال الاختبارات اللي كيكونوا مثلا اللي كتلقاوه مثلا في جوجل ولا شي حاجه، يعني مثلا كتعطي جوجل داك يعني الشركه ديال جوجل كتعطي مثلا كيو اي اسئله ديال الذكاء بحال هادشي. اوكي، فشنو هما هاد الاختبار البسيكوتيقني؟ غنعطيوه التعريف ديالو، غنعطيو شويه المعلومات عليه بحال هاد الاسئله اللي يقدروا يكونوا فيه. فمثلا هو التيست ديما كيكون على شكل استماره، يعني هو ماشي بحال الامتحان، هو ماشي بحال الاختبارات اللي كدوزو كامتحانات، وماشي بحال الاختبارات الدراسيه. اوكي، وهذا هو كيكون تيست ما كيتنشرش بصراحه، ما كينشروش في المباريات العسكريه، حيت كل وحده هذا كيبقى سر من اسرار ديال النظام العسكري، وكيتحط بالسريه بين الاخصائيين يعني الاجوبه ديالو داكشي، فكتكون عليه واحد السريه كبيره. وهو كيستهدف انك يعرف القدرات والاستعدادات عند الافراد اللي بغاو ينضموا شي حاجه في القوات المسلحه الملكيه، او يقدروا ينضموا للعسكر ولا النظام العسكري اون جينيرال. وهو كيتعتبر من ايضا من الادوات المخبريه، يعني كنحاول نختبر بها القدرات الشخصيه و ديال داك المترشح اللي بغى يترشح لاحدى المباريات العسكريه، باش نقيسوا ليه بزاف المهارات. شنو هو نقدر نعطيك دي كيسيون ديال الذكاء الحسابي تحسب بالزربه، كيعطوك في واحد الوقت قليل، كيحاولوا مثلا يعطوك مثلا يقلبوا ولا يقيسوا لك الذكاء التفاعلي ديالك، يقيسوا لك الذكاء الاجتماعي، الذكاء اللغوي، الذكاء البصري، الذكاء السمعي، الذكاء الحركي، باش يقادوا التنسيق بين انك تخدم الحواس ديالك. هادشي كيبان لكم بحال شي فلسفه، ولكن هادشي هو اللي كاين. كيعطيك اختبارات اللي يقدروا يكونوا في المحيط ديالك، يعني كتعيشهم، يعطيك دي كاب بوسيبل، يقول لك مثلا سيبوزون تحتي في هاد لوكا شنو غدير، وكيعطيك لي كوسان. ما خاصكش تكذب، هذا هو اللي بغيت نهضر عليه. انا غنهضر عليه، خاصك كيفاش كيشوفوا الانتباه ديالك، كيفاش كتقدر تجاوب في اقل وقت، كيفاش كتجاوب بطريقتك كتبان من داك البسيكو، يعني من خلال داك البسيكو بسيكو يعني نفسي، اختبار نفسي. ثاني كيفاش كتميل للتفتح، كيفاش واش انت كتميل للانطواء، واش انت ديما ما كتقدرش تخدم مع الفرد، واش انت وما خاصكش تكتب على هذا الشيء. كيفاش كيقيسوا لك ايضا العدوانيه ديالك، يعني كيعطوك ديكا كيقول لك كيفاش تقدر تتصرف الا طحتي في هذه الوكا هذه. ايضا كيشوفوا الحق الاجتماعي ديالك، يعني كيحاولوا انهم يقيسوا لك الحق الاجتماعي، كيفاش الارتباط ديالك معاه، يعني كيحاولوا بزاف د الحوايج يقيسهم، ولا يعطيك دي كابوسيبل ايضا في المجال العسكري، يقول لك ها انت شوف الا طحتي في هذه اللوكه هذه شنو غدير. مثلا يقدروا يسولك واش انت كتدخن، واش انت ديجا كتكمي ولا شي حاجه، يعني يكونوا سو فورم دي كيسيون كو سي ام. مثلا كيقدروا كيكون سو فورم كو سي ام، كيكون على شكل كتوبه. الاغلبيه ديال المباريات العسكريه، الناس اللي مدوزين مباريات العسكريه عارفين هذا الشيء، كيكونوا على شكل بحال شي كتوبه، كيعطوهم لكم مجموعين فيهم بزاف المواضيع على الشخصيه ديالك، على الميولات ديالك، كيعطوك الحق النفسي مثلا انت كيفاش كتصرف كيفاش هادشي. ولكن واحد الحاجه اللي مهمه جدا، هو ما خصكش تكذب، داكشي اللي كاين خاصك ديريه. علاش؟ خاص الاسئله او الاجوبه ديالك يكونوا متناغمه، ماشي انا كنتعصب وكنتعصب بالزربه، ولا مثلا انا ما كنكونش مع العائله، ما كنتجمعش معاهم، ولكن كنبغي نبقى بوحدي انا، ولا مثلا لا نقول مثلا انا كنتجمع مع العائله، وشويه يكون شي كيسيون واش انت كتبغي انك تكون بوحدك ولا مع الجماعه. هذا راه هو اسئله كيكونوا فخ، انت كتبغي تبقى بوحدك وكتقول لهم انا راه بغيت نجمع مع العائله، يعني هنا فاش كيبغيو يقاسوا لك مثلا الحق الاجتماعي ديالك ولا شي حاجه مع الحق النفسي ديالك. دونك راه خص داكشي يكون متناغم، ما يكونش الارتباك، ما يكونش بزاف الحوايج، وفريمون تحط الاجوبه كوم الفو. يقدروا يكونوا اسئله ديال الذكاء، اسئله ديال الذكاء، يعطيك مثلا واحد الرسم يقول لك ها انت شنو خرج لي هذه، ما تقولش نقمر. علاش؟ انا نقول لكم علاش. فالجواب خاصو يكون متناغم، وما خاصوش يكون فيه الكذوب، حيت اول حاجه غيتصحح، غيتصحح هذه اول حاجه، غيتصحح داك هذا، وحتى الا نجحتي غتوصل لوغال عند الجوري وغيسولوك، يعني تما خاصك تبان داكشي اللي كنتي مجاوب عليه راه خاصو يبان فيك،
مثلا ماشي تقول لهم انا ما كرتبكش، وفاش تدخل اللغه تبدا ترتبك. يعني كل شيء هذوك لي جوريلي سيرتو في المباريات العسكريه راه كيكونوا سو سون دي بسيكولوج، راه فريمون سو سون دي بسيكولوج، عارفين الشخصيه ديالك كيفاش دايره، ما عندكش علاش تكذب عليها. اللي كاينه كاينه، حتى الاجوبه اللي كاينه سواء كتب لك تنجح سواء ما كتبش لك تنجح، المهم انت ما تكذبش. هذا هو اللي كاين، علاش؟ حيت غتحصل غتحصل، ما تقولش لا راه ما نحصلش. راه كاينين الناس دي بسيكولوج، راه متخصصين هذوك، راه عارفك اش كتسوى مزيان، انا ما غاديش تجي تكذب عليه انت تدوز عليه ولا شي حاجه. راه سنوات اللي مدوز المباريات ومدوز الناس بزاف المباريات. دونك مثلا ماشي تقول لهم انا مثلا انا كنثق في راسي، وشويه ملي يدخلوا ما يقيسوش ديك الثقه في الناس ديالك في اللغه. دونك راه البسيكو راه داخل فيه داكشي اللي دوزتي، اللي كيكون البسيكو التكنيك اللي دوزتي كتابه، و بين داكشي اللي كيكون في اللغه، يعني حتى الكتاب اللي كون نجحتي، وكاين كاين الاحتمال على انك تنجح مثلا في يجمعوا لك كلشي وداكشي، وتكون تل نجحتي حتى في البسيكو، ولكن دخلتي اللغه راه حتى هو كيميز. يعني اصعب مرحله كتكون هي اللغه، حيت داكشي اللي كان في البسيكو هو اللي خاصو يكون. بالنسبه للامثله راه عطيتكم فقط ابحالات، علاش؟ حيت داكشي ما كيتنشرش، يعني هذا هو اللي كاين، ما كيتنشرش، يعني ما غتلقاوش تقلبوا عليه شحال. إيه فقط يكون عندك استعداد تقلب مثلا على الاسئله ديال الشخصيه ديالك، تقي شويه ديال الشخصيه ديالك، كيفاش انت داير في النفسي ديالك، هذا هو اللي كاين. هذا هو بالنسبه للاختبار البسيكوتقني، حيت عرفت بزاف الناس كيبقاو يسولوا عليه. الاختبار البسيكوتقني فهما كيتميزوا به المباريات العسكريه الدرجه الاولى، جميع المباريات العسكريه تقريبا والشبه العسكريه كلهم فيهم الاختبار البسيكوتقني، من اداره الدفاع الوطني كامله بجميع بالقوات المسلحه الملكيه ديالها، بالدرك الملكي، حتى الشرطه يعني البوليس، وكل شيء كيديروا الاختبارات البسيكوتقنيه. يعني الاختبار البسيكوتقني الا ما كنتيش ضابط الامور ديالك راه ما هو داكشي راه كيكون سهل، ولكن داك السهل ممتنع. اوكي، وخاصو يبان داك التناسق. فين ما غيبان داك التناسق، كيعطيك مثلا كيقول لك كيعطيك داك اسم واحد الدجاجه كنت جربت تدوز هاد المباريات هادو، هاد النوع من المباريات، كيعطيك مثلا داك كيقول لك واش انت اه ولا لا، ولا واش انت متردد مثلا، واش يعطوك هاد لوك هادي يقول لك يعطوك شي مثال بحال هكا يقول لك واش انت مع ولا انت ضد، وعلاش يقدر يسولك علاش. اوكي، ولا قاعد تدخل اللغه ويسولك يقول لك وعلاش اختاريتي هذا الجواب، يلا اشرح لينا. اوكي، يقدروا يكون اسئله ديال الذكاء، يعني يقيسوا لك الذكاء ديالك، ماشي بيان سيغ الماط والفيزيك وداكشي اللي قريتي، لا اسئله ديال الذكاء، يكون مثلا رسومات، يعني اي حاجه تقدر توقعها في البسيكو، يقدر يقول لك ترجم لي هذه، اي حاجه تقدر توقع، حتى في لي زوغو، حتى في لي كونكور اوغو ان شاء الله. تما غنديروا لهم ان شاء الله شي فيديو خاص بالنسبه للاختبارات الشفوي، كيفاش توجد لهم الاختبار الشفوي كمعلومات نعطيهم لكم وصافي، حيت ما كاينش واحد القاعده عامه، ما كاينش واحد القاعده كتكون ديما بحال لي كونكور مثلا اللي كانوا فاش قبل ما يحيدوا لي كونكور مثلا ديال لوينسي، كان ديما كتلقى طافان تيس دات ميسيبيليتي على فورماسيون او ماناجمنت في لوينسي، حتى كتلقاها انت راه كيتحط كيو سي ام، راه شفيها شويه شويه، كيحطوا الكولتور جينيرال، كيحطوا الماط. اما الاختبارات البسيكوتقنيه لي زوغو لي كونكور، ما يمكنش تتوقع شنو غيتحط، كل واحد كيفاش، كل واحد كيف، كل شخص كيتعاملوا معاه بواحد الطريقه، ولا يقدروا يدخلوا جوج ولا ثلاثه مثلا في لي زوغو. اوكي، وكذا هو اللي كاين. نتمنى نكون توفقت، عطيتكم مجموعه من المعلومات على الاختبارات البسيكوتقنيه اللي كدوز في المباريات العسكريه. ما تنساوش انكم تشاركوا هذا الفيديو مع بزاف ديال الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين ديالنا وتبارطاجيو ان شاء الله مع اصحابكم كاملين، وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وفي أمان الله.